السلام عليكم البنات، كراكم دايرين؟ ان شاء الله كتكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي في فيديو جديد، فيديو من فيديوهاتي في الجزائر. المهم البنات، وحشتكم بزاف بزاف، ونقول لكم ان شاء الله يا ربي كاع تكونوا بخير وعلى خير. كما كنتو تشوفوا البغرير، بغرير وما ادراك شحال شباب. سيتو في ديك اللمه، يعني البغرير كي ديريه لهيه ديريه وحدك، ما غاديش يعني يعجبك اكثر كيما ملي تكوني ملمومه مع عائلتك. المهم غادي نتقهوى ونخرجكم معايا حبيباتي. شو ميلو؟ ها هو، ها عجبتها هالدعوة. بابا هكيك يعني ما حدا شوف اللي مش مطربي. شو علامة غير لي فامي وحدين جايبين لاطاخ تبغي يديروا عيد ميلاد؟ علامة شابة ونقية وكلشي. المهم البنات، هنا ما عرفتكمش، هذه غابة بزاف شابة كبيرة ما شاء الله. يعني انا جيت لها، يعني عندي واحد سنين ملي جيت لها قبل ما نطلع، جيت لها وما كانش كما هاك تبدلت، داروا فيها العاب، يعني كما نقولوا فيها غير لي فامي، ما فيهاش يعني ما فيهاش هاك وهاك، فيها غير لي فامي. يعني كي تدخلي لها تحسي باللي تحسي بلا كي جايه بلاصه نقيه، بلاصه شابه وين تجمعي اليز وين تريحي، ما كاش ديرونجمون. كاين نسا بزاف، هذه انا حاجه اللي تفرحني، كنروح بلاصه ونلقى نسا بزاف صاي نفرح. ديك البلاصه تعجبني اللي فيها نسا بزاف، نعرف بلي هاد البلاصه فيها السيكوريتي وما فيهاش الخلاط وكلشي. المهم شوفوا، انا وبنتي شيت التيكيات ولعبت في شحال من لعبه، يعني بنتي كتركب انا سموني نركب معاها. ما كانش دي بنتي تركب وحدها، راكم عارفين وحدها كيتقلق وراح عقلها بعيد، فلا بد يعني الام تركب مع ولادها، خاصه كي يكونوا عامين وقل من عامين لازم تركب معاهم. المهم لعبنا هنايا ثلاث لعبات ومازالوا باقي لي التيكيات، ان شاء الله حتى نولي خطات جايه ونعاود ان شاء الله نلعب في الالعاب اللي ما لعبتش فيهم، ماشي اللي انا ما لعبتش فيهم، اللي بنتي ما لعبتش فيهم، خاطر بنتي ولات كي تطلع الكاش وحده صاي تقولي ما نهوتش، قبل ما كانتش كيما هاك. المهم ما شاء الله كي جيت انا هنا تفكرت امريكا، تفكرت بارك اللي في امريكا، تفكرت داك بارك اللي من جيتي كل يوم نروح له هنا، يعني ما تقدريش كل يوم تجي لهاد الغابه كل يوم، يعني خطر على خطر. فكنا داك بارك اللي حدايا كنت يوميا نهبط له وركم شفتو. المهم البنات حبيباتي، ما تنسوش تخلوا لي لايك، خلوا لي كومونتير تاعكم ودعموا القناه. لعبنا فيها هذه كبير، ركبت معاها ميلو، هذه السكسي هنا في الغاب طيب جاي يلعبوا معاه سيتو غراوي. كاين هادوك مانيش عارف، تعرفي علام كبيرة هاد الغابة. وهنا البنات راني في دار خالتي، يعني من الغابة وليت لدار خالتي في وهران، وما هذا فيديو واحد اخر. روحت عند خالتي توحشتها بزاف بزاف، روحت عندها، هذه خالتي يعني عندنا كل عام لازم نروحوا عندها، كل عام نفوتوا هكا كل يوم تاع فاكونس عندها. وهران يا وهران، انا بما انه امي من وهران، ميمتي من وهران، عائلتها كاع في وهران. المهم هنا ما كاميريتش بزاف يعني لقطات برك، نسيبو قعدنا جمعناكم، تعرفوا الجمايع انا ننسى، انا كي يكون في جماعه ننسى كاميرا لقطات ومنا كلشي حتى مي تكمل ديك الحياه باش نتفكر. هنا سيبو انا مولي للدار، يعني في نهاري وليت بصح كانت جماعه شابه، الله يدومها ان شاء الله وربي يحفظ كاع خالاتي ويحفظ كاع حبابنا ان شاء الله ويخليهم. شوفوا نبغي نبروفيتي
هكا كوني نحس روحي مانيش مبروفيتي غاية، مفروض ما بروفيتيتش غاية في القعدة اللي قعدتها في البلاد. ماذا بيا نزيد نخرج ونزيد نروح البلايص كاع اللي راه في قلبي، خاطش على بالي بلي غادي نعاود نطلع وغادي نتفكر ديك البلاصة ديك البلاصة، غادي يقول يا ما رحتش عند فلانة ما رحتش ديك البلاصة. نحوس بروفيتي قد ما نقدر. ايوا ان شاء الله ربي يقدرنا وربي يسهل لنا، وان شاء الله نزيدو فوتو يا مات شابين باش هاك من بعد ان شاء الله نقبضوا الطريق ونولوا لدويرتنا. ان شاء الله ربي يسهل لنا. شوفوا كي تجي الوهره واحد النغمه، اما شكركم الحنين الحنين الى الوطن عن طريق وهران، الحنين الى الوطن عن طريق وهران. وهران يا وهران نبغيها بزاف، نبغي التحواس تاعها. يعني انا في اي عطله نشوفوا ما نروحوا لا ما نروح بجايه ما نروح حتى بلاصه يعني، ولا بلايص تاع البحورات ولا ديك بلايص شابي، نبغي نروح غير الوهران. وهران تعجبني فيها كل شيء يعني ميكس، يعني نبغى نروح بحر نروح بحر، نبغي نخرج المول نخرج المول، نبغى نروح غابة نروح غابة، يعني وين ما تبغوا تروح. كبيرة شابة ما شاء الله، ان شاء الله نتمنى كاع الولايات يكبروا ويزيانوا ويولوا كيما وهران. المهم كل ولاية تتميز بالميزة تاعها، كيما وهران يعرفوها يجوها السياح بزاف، يجوها من كل مدينة يجوها من كل ولاية يبغوا يشوفوها. وهي من تبالي انا بالنسبه ليا بما اني نروح لها بزاف، تبالي هي من اجمل المدن في الجزائر. المهم انا مولي للدار، وهنايا شوفوا القهوه، قهوه في الباركو حطيتها في الباركو، دخلت قلتهم ما كاش تروحوا نجمعوا الباركو خاطر شحال حمان. وهنايا خرجت بعد ما شربت القهوه تاعي، خرجنا نضربوا دوره هكا بدنا نشوفوا صوالح سوبيرات. لقيت السوبيرات اللي حدانا معمرينها بماعين، راكم تعرفوا مرا كي تخرج تشوفوا ماعين وكل شيء، صاي تبدا تخيل في دارها، تبدا تخيل في كوزينتها، صاي ديك كوزينه تسطرها وتقول نشري السيرفيس وندير السيرفيس هنا ويجوا عندي ضيافي نحط لهم هذا السيرفيس. بزاف شابه نغمه، ان شاء الله ان شاء الله من القدام. انا كي نجي لماعين نشوف برك، ما نشريش ماعين بكل صراحه ما نشريش، اي نشوف هكا. ما تبغي تشري ما ثاني كي تدخل على ماعين صاي صاب يروح لها عقلها تولي من سيرفيس الخوها. المهم البنات هذه هي، ان شاء الله الفيديو يكون لاعجابكم حبيباتي، ما تنسوش اللايك. وانا مره على مره هكا انا كل من كاميرا لقطات نوريهم لكم، ونبغي نبارطاجي معكم شادرت يعني برك في المونتاج كما راكم تشوفوا، يعني لقطه عند لقطه المونتاج كما راكم تشوفوا راني نمونطي بهذا كين ماستر، مانيش بالاي موفي اللي كنت نمونطي به خاطرش الميكرو تاعي مع باليش ماله ما عرفش يبغي يتمشى لي الاي موفي. المهم راني بالكين ماستر، والمهم بعد ان شاء الله يا ربي كتريق الدعوه راني نعاود نولي لكم مونتاج قبل كما تاع قبل ولا اكثر، ونولي نطول لكم الفيديو ما نوليش نخليكم 10 دقائق. وان شاء الله القناه تتطور وزيد نبي فيها شي صوالح بزاف. المهم نتوما برك ما تنسوش الدعم حبيباتي، دعموا قناتي دعموني دعموني وبارطاجوها مع احبابكم اصدقائكم، والقناة تكبر غير بكم. ايوا هنا جينا المقالي، شوفوا انا نبغي مقالي مانيش عارف عليه، نبغي مقالي الصغار الكبار الموين نبغي، يعني نبغي حاجه سموها مقله هاك، نبغي كي نقلي بيضه ندير مقله صغيره، كي نقلي حاجه يعني حاجه خفيفه ندير مقله موين، كي ندير حاجه كبيره نبغي المقله الكبيره. ونبغي الصوالح تاع لي زيبيس كما كنتو تشوفو، كيما قلت لكم غادي نطلع معايا قدره وكسكاس، قالوا لي شاف هي الميور، قدره وكسكاس ماركة شاف هي ميور وثقيله كل شيء. ايوا ان شاء الله غادي نضرب طله في على هاد القدره ونشريها في الوسع قبل ما نطلع ان شاء الله، ونديرها في لافاليز ونشوف البوا خاطش قالوا لي ثقيله شويه، معليش خاصني نطلع حاجه شويه ثقيله وتكون شابه. هذه هي، ونشوف شا نزيد نطلع معايا، خاصني نزيد نطلع شويه قشطه صيف ونزيد نطلع معايا خمارات تاع مشتا. الناس اللي ما مش عارفين شي يطلعوا معاهم كي يطلعوا ماذا بهم يحطوا لي الكومونتير يطرحوا اسئلتهم ونجاوبهم في فيديو جاي ان شاء الله. شوفوا هنا من السوبيرات بلاصه واحده اخرى تاع كوزميتيك فيكتوريا سيكريت حبيباتي، هاي دايره حاله فيكتوريا سيكريت هنا ورخيصه كل شيء. المهم ماشي دوريجين كما نعرفوا، فيكتوريا سيكريت ماهيش دوريجين، الدوريجين تكون دير يعني تكون غالية ماشي هاديك، شميتها الريحة تبان كيما تاع الهيه بصح ماهيش دوريجين. المهم البنات ان شاء الله يا ربي الفيديو يكون لاعجابكم،
انا هنا غادي نختم معكم فيديو، وقولكم انتظروني في فيديو جاي. فيديو جاي غادي يكون عيد ميلاد بنتي ان شاء الله، ويكون فيه بزاف احداث شابين. وقولكم باي باي، وتهلوا لي بزاف في رواحكم، ونقولكم مع السلامه حبيباتي.